ينضم إلينا عبر سكايب من برلين دكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية. دكتور رضوان، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما الذي يمكن أن يقدمه هكذا اجتماع دعما لأوكرانيا في هذا التوقيت؟ كريمة، من الواضح أن الدول الأوروبية بدأت تعاني المعاناة الحقيقية ما بعد أوكرانيا وما ترتب على هذه المعركة العسكرية في أوكرانيا. كانت دائما المباحثات حول الدعم العسكري تأتي عبر لقاء وزراء الدفاع، عبر مسؤولين أمريكيين أو أوروبيين وأمريكيين على صعيد سياسي وعلى صعيد عسكري. أما عندما يجتمع وزراء الداخلية، ونحن نعرف أن ليس لهم أي علاقة بما يخص الحرب في أوكرانيا، إلا أنه هذا له علاقات في الداخل الأوروبي الذي بدأ فعلا يعاني معاناة كبيرة وكبيرة جدا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. بدأ هذا التحرك لوزراء الداخلية، لكن أنا أعتقد أنه أصبح تحركا متأخر جدا. نعم، دلالات أن يأتي الدعم من وزراء داخلية كما أشرت دكتور رضوان ليس لهم علاقة ربما بالحرب في أوكرانيا. نعم، الوضع ليس له علاقة عسكريا في الوضع في أوكرانيا، الوضع له في الوضع الاجتماعي والهجرة الموجودة من أوكرانيا إلى أوروبا، وخاصة نشهد مشهد غريب عجيب في ألمانيا مثلا، سأعطي مثل على ذلك، وهو اليوم يأخذ بحث كبير وضجة إعلامية هامة جدا عندما نرى أن شركات لبعض المساكن، هنالك شركات ومؤسسات سكنية تخرج الألمان الكبار في السن لأن رواد أو أجراتهم منخفضة، تخرجهم من منازلهم وتنهي عقودهم وترميهم في الشوارع لتستقبل اللاجئين الأوكران وغير الأوكران في منازلهم، لأن الدولة ستدفع أضعاف مضاعفة عما كان يدفع هذا المواطن الألماني. هذه معاناة كبيرة جدا، ونحن رأينا أن التذمر ألمانيا من بقية الدول الأوروبية على أنها تحمل العبء الأكبر من اللاجئين الأوكران إلى ألمانيا. هنالك صرخة أوروبية أو صرخة ألمانية بالأحرى للدول الأوروبية على أن يكون توزيع هؤلاء اللاجئين متساوٍ بين بقية الدول. هذه من ناحية، من ناحية ثانية أيضا بالنسبة للمواد الغذائية، بالنسبة لأسعار الغلاء، كلها ترتب عليها هذه الحرب، لها تأثيرات كبيرة، ترتب عليها مشاكل في الداخل الأوروبي، حتى أيضا بالنسبة للعبور وموضوع السمات الفيز ما بين هذه الدول. ربما هنالك إعادة نظر في الدول الأوروبية المنفتحة بالدخول إلى بعضها البعض دون فيزا أو دون يعني سمات مرور، ربما يذهبون إلى وضع حدود معينة تعود كما ذكرتنا أو تذكرنا إلى ما قبل الاتحاد الأوروبي والانفتاح على هذه الدول فيما بينها. كل هذه المشاكل كان لابد من اجتماع وزراء الداخلية أن يجتمعوا اليوم ليبحثوا هذه الملفات، وهي كثيرة ومعقدة كثيرا. أنا أعتقد أنهم سيواجهون المزيد من المشاكل إن لم يجدوا حلا سياسيا في الوضع في أوكرانيا ليخففوا من هذه الأزمة، بل ستتفاقم أزماتهم أكثر فأكثر. شكرا. وملفاتهم ربما تصاعد إلى المشاكل الداخلية حتى على الصعيد الحزبي والسياسي. لهذا نرى اليمين المتطرف يرتفع أكثر فأكثر في الداخل الأوروبي. نعم، دكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات.